مدينة إسطنبول التركية تحتفي بأحد أكثر أبنائها شهرة عبر العالم، سلطان كوسين أطول رجل في العالم والذي تتعدى قامته 2.46 متر. استقبل اليوم وعلى هامش حفل افتتاح جوائز غينيس القياسية ضيفا عزيزا جاء من بعيد، إنه المنغولي هي بينغ بينغ صاحب الرقم القياسي لأقصر رجل في العالم بقامة لا تتعدى 74 سنتيمترا. كان اللقاء حميميا بين رجلي غينيس رغم الفرق الواضح. أصبحت متحمسا جدا لهذه الفكرة، أطول رجل في العالم يقف بجانب الرجل الأقصر في العالم. في البداية وجد سلطان صعوبة في التعرف على ضيفه بينغ، وبدا كأنه يطل عليه من فوق جسر أو عمارة، لكن المنظمين وجدوا حلا لتقريب الهوة بين الرجلين وتقريبهما بعضهما بالبعض ليتجاذب أطراف الحديث ويتبادل أخبار السماء والأرض. أنا سعيد جدا، عمري 21 عاما، وأنا جد متحمس. حتى المصافحة بدت صعبة بين الكف العريضة لسلطان واليد القزمية لضيفه، لكن رغم كل شيء تصافح الرجلان ولو بطريقة غير مألوفة وسط بهجة وتصفيق الحضور، ولسان حالهم يقول لله في خلقه شؤون.